Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à أسعد cette الله nouvelle مساءكم rencontre. جميعا، يسعدني أن ألتقي بكم في هذا المساء في لقاءاتنا المعتادة حول اللقاءات الأثرية، ويسعدنا هذا المساء استقبال أود سيموني، وهي عالمة مصريات وتعمل بمركز الدراسات السكندرية وبمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية. هذه المؤسسة السكندرية والتي تعمل بها مينا، والتي نتوجه إليها بخالص التحيات. لقد عملت في العديد من المواقع الأثرية في إيطاليا وفي فرنسا وفي مصر. في مصر على وجه التحديد في غربي الأقصر، وقد قامت بمناقشة رسالتها للدكتوراه في عام 2016، والتي كانت تعنى بالدراسات الخزفية تحت إشراف جان إيف أمبرور. منذ العام 2018 فقد أصبحت مسؤولة عن الدراسات في هذا الموقع الذي سنتحدث عنه اليوم، وبفضل مركز الدراسات السكندرية والذي أخرج العديد من النتائج. وأعتقد أننا سنترك لها الكلمة الآن لتتحدث لنا عن مشروعها وعن أحدث الاكتشافات التي توصلت إليها. أسعد الله مساءكم جميعا. أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، وكذلك المعهد الفرنسي بالقاهرة والسيد لوران كونون لدعوتهم الكريمة، وكذلك أشكر عمرو بهجت للجانب التقني، وكذلك فريق الترجمة ولتنظيم هذا المؤتمر. إن حملة التنقيب في كومبهيج تندرج تحت الأنشطة التي يقوم بها مركز الدراسات السكندرية. Donc la mission de fouilles de Combahig إن se حملة porte التنقيب في كومباهيج هي إحدى أنشطة هذا المركز، مركز الدراسات السكندرية، ويرتبط بوزارة الخارجية، ونتعاون في هذا الإطار مع وزارة الآثار والسياحة المصرية. سأبدأ بتقدمة بسيطة للموقع. فكومباهيج يوجد ويقع في منطقة كينج ماريوت، وهو يقع على مقربة 100 كيلو من الإسكندرية بجوار الطبقة التي تعود للعصر الجليدي، على مقربة من بحيرة ماريوت، ويسمى بكومباهيج. إن الموقع يحتل موقعا 17 هكتار، ويتكون من تبتين كبيرتين تتجه هيئتها من الشمال إلى الجنوب، وتستمر بالتوازي على مقربة 150 كيلو. الجانب الغربي يرتفع إلى قرابة 20 متر، فهذين الكومين يفصلهما واد مركزي، والذي يعبر الموقع من الجنوب إلى الشمال، ويصل طوله إلى 100 متر، والذي يربط منطقة منحدرة على هيئة سهل ليصل إلى المنطقة الجنوبية، وهناك منطقة أخرى يحتلها العدد من الأكوام كذلك على الجانب الغربي. وفي جنوب الموقع كذلك هناك مواقع مستنقعات يمكننا رؤية بعضها هنا أسفل الشاشة، ولقد أصابتها المياه الجوفية كما ترون. إن أول عمليات التنقيب والمجسات أظهرت لنا أنه كان هناك استغلالا في العصر المتأخر الفرعوني كما ترون هنا،
هناك بعض الآثار البسيطة التي تم اكتشافها في منطقة بيوس. هذا هو الخزف الرقيق والذي يرجع في هيئته إلى الثقافة الأثينية. هذه الملاحظات تنضم إلى تلك التي تم كشفها على يد بسمة تيخ، وقد قادتنا إلى قلعة لتعود إلى حقبة الملك بسمتك الأول. مع بدايات الأعمال التي تمت في عام 2016 للكشف على هذا الموقع، سمحت لنا هذه الأعمال لتحديد موقعين شديد الأهمية، الأول في اتجاه الغرب والثاني يقع على أقصى الجانب الأيمن للكوم الشرقي. وهذا المكانين كان يتكون من إطار ثقافي ينتمي إلى حقبة عصر المحلال الثالث. وقد خرجنا ببعض الملاحظات، قدمت لنا الكثير من المعلومات عن من كان يستعمر هذه المنطقة. كذلك أثناء الحملة الأولى لعام 2016 كانت هناك أبحاث جيولوجية وشكلية للأرض، وقد أدت هذه العمليات إلى اكتشاف المناطق التي توجد على الجانب الجنوبي والشرقي للموقع، وكذلك في الوادي المركزي. هنا قمنا بعمل مجسات وقد أشرت إليها باللون الأحمر كما ترونها، وسأتعرض لها لاحقا. وقد أظهرت لنا هذه المجسات لتكوين الجيولوجي لهذه المنطقة والعمق الأقصى الذي يحتل بعض الآثار في هذا الموقع. هذه الدراسات الأرضية وكذلك الشكلية لهذه المنطقة تمت من خلال حملة جيوفيزيائية لهذا الموقع، وقد أدت إلى اكتشافات على صعيد الكوم الغربي، وكذلك بعض الاكتشافات في الكوم الشرقي، وبعض الاكتشافات خاصة بالوادي المركزي. توماس إربيش كان يقود هذه العمليات، وتم تحقيق هذه العمليات المجسات بالتعاون مع الجانب المصري، وتمت بالتعاون مع المعهد البولندي. ما استخلصناه من هذه العمليات أننا تحققنا من أن هناك بعض البنايات التي بنيت بالطوب اللبن يمكننا أن نراها ولكنها مدمرة، ولكن يتضح من الصورة أمامكم أن هناك خطوط واضحة، ولكن كذلك كانت هناك بعض الأبنية من الحجر الجيري في الجزء الشرقي والجنوبي للكوم. بعض الآثار البسيطة التي يمكن رؤيتها في بعض المناطق الأخرى من الموقع تشبه لبعض المنشآت التي ربما كانت محارق. سأذكر هذا الخط الذي ترونه في الوادي المركزي، والذي ربما كان ربما شق لماسورة أو لمجرى مائي بسيط. فمركز الدراسات السكندرية يقوم ببعض عمليات التنقيب منذ عام 2016، وأول منطقة في هذا الموقع الذي سأتعرض لها هي المنطقة التي تقع في جنوب الكوم الغربي. فهناك بعض الاكتشافات الأساسية لهذا القطاع، لأننا نعمل الآن على نشر نتائج هذه حملة التنقيب هذه، وخاصة المجسات التي قمنا بها. فهذه المجسات قام بها جورج في التلة الشرقية، وأظهرت المجسات أن هناك
مباني من الحجر الجيري والتي كانت تعود إلى حقبة البطلمية، وقد تم طمسها ببعض الأبنية التي بنيت بالطوب اللبن. في الجزء السفلي من التبت الشرقية هناك بعض بواقي بقايا منزل تم إظهارها وكشفها، فإن الجزء الأدنى من هذه التبة تم رفعه تماما لإظهار هذا المبنى. فهذا المبنى يمكننا أن نراه. حده الجنوبي تم بناؤه على هيئة جدار نراه هنا. للأسف فإن حالة حفظ هذا المبنى لم تسمح لنا التعرف على طبيعة النشاط الذي كان يقوم به الأقدمون في هذا المكان، ولكن هناك جزء لم يتم الكشف عنه في الجانب الجنوبي ربما سيسمح لنا بالتعرف على طبيعة النشاط فيه. غالبية المبنى تم هدمه. هذا البهو ينفتح على الجانب الشرقي من خلال باب، وهناك باب آخر في الجانب الشرقي، وهذا البهو كان ربما يكون مدخلا لقاعة أخرى. والصالة العليا فتح ناحية الشمال، وكذلك هناك غرفة أخرى تقع على الجانب الشمالي الشرقي تحت الأرضية لهذه القاعات الشرقية. هناك بعض الأساسات لمبنى مكون من فتات الأحجار الجيرية، ربما كان منازل أو مخازن للجرار. على مستوى هذه الأبنية يمكننا تأريخها للحقبة البطلمية. الغرفة التي تقع في الجانب الشمالي الشرقي كانت مزودة بثلاثة أبواب وكذلك بعض الدهاليز. باب موجه ناحية الشمال بالمنطقة التي لم يتم التنقيب فيها. في الجانب الجنوبي لقد كشفنا عن وعاء كان موجودا في هذه المنطقة. في المنطقة الجنوبية الغربية لم يتم الكشف عنها، فقد لم تستكمل في عصر بناء هذه المنطقة. يمكننا أن نشهد أن هناك بعض الآثار لسقف سقط في هذه الغرفة، ولقد عثرنا فيه على بعض الأحفوريات الخاصة ببعض النباتات. في الاتجاه الشمالي الجنوبي تم الكشف عن بعض الغرف وبعض الأبنية مثل سور يحيط بالمبنى. في نهاية القرن الثاني كان هذا الموقع تم هجرانه تماما. فهذه المنطقة توجد في الغرب، هناك غرفتين تقع في الغرب تم إعادة استخدامهما في نهاية العصر البطلمي، وقد تم الكشف عن قطعتي من الأحجار تحمل اسم ديونيسوس، وتم الكشف عنهم وتمثل بعض الأدوات وبعض بعض النصوص التي تم الكشف عنها في هذا الموقع. جنوبي هذا المبنى
تم تشييد مبنيين على هيئة دور يتلو الآخر، ويعود هذا المبنى إلى الحقبة الرومانية. فهذه الهيئة من المباني تكشف عن الحقبة التي بني فيها، وهي الحقبة الرومانية. في المنطقة الشرقية وتحت ردم من الرمال يصل إلى 3 أمتار، اكتشفنا جدار يمتد من الشمال إلى الجنوب، وبه مجرى مائي، وقد كان مطليا باللون الأحمر. لقد كان يستخدم هذا المجرى المائي بين الحقبة البطلمية بشكل كثيف. كذلك في الجزء العلوي لهذه التبة، فإن البقايا التي تم الكشف عنها وهي تعود إلى بهو كبير، وربما كان مباني سكنية. هذا ما نراه على الجانب الأيسر. فهذا المبنى الذي شهد في هذا المكان كان يتماثل في هيئته مع المبنى الذي تم الكشف بالقطاع E، فهو تم تشييده بالجانب الشرقي وإحاطته بسور للحماية. والمواد التي تم الكشف عنها في هذا المبنى، وخاصة فيما يختص بأرضية هذه المبنى، ترجع في أغلبها إلى العصر البطلمي، والمواد الأثرية المنقولة تعود إلى حقبة لاحقة. فهذا المبنى يحتوي على مساحة 5 أمتار مربعة، ويتميز ببهو رئيسي وبعض الأبنية التي ربما كانت مستخدمة للمعيشة. وهناك بعض الأرائك الحجرية وبعضها بني من الطوب اللبن. وهناك كذلك بعض الجدران المحيطة التي تقوي وتعضد من المبنى، وكذلك مطبخ بهذا الجزء من المبنى. في الشمال هناك مبنى من الطوب اللبن عبارة عن جدار، ربما كان هو تعلية مبنى لتعلية المبنى أو جدار لتعلية المبنى. هناك بعض الإشارات التي تساعدنا في تأريخ الاستغلال الأول، وهي تعود إلى عصر الاضمحلال. فجزئياً في أدنى الجدار تم الكشف من خلال حملة تنقيب. تم الكشف عن بعض الطبقات من خلال المجسات التي قمنا بها، وأظهرت هذه المجسات بعض المواد الأثرية التي تعود إلى العصر، عصر المحلال. قمة هذا الكوم، سنتجه الآن إلى المنطقة الغربية. هناك تلبيس، هناك تشابك كبير، فهناك الكثير من المباني التي كانت مستخدمة للسكنة، وكذلك بعض الأماكن التي كانت مستخدمة للتخزين. كلها تعود في العصر إلى فترة سابقة على فترة تشييد المبنى E والمبنى W. فهناك جدار من الحجر يتجه من الشمال إلى الجنوب، وهذه المباني التي تقع في أعلى الكم كانت ليست مترصة بنفس الشكل. وهو يعبر عن أن التشييد تم في عصور مختلفة. والآن سأتحدث عن منطقة أخرى قمنا من خلالها بالعمل
وهي منطقة الجنوب الكومي الشرقي. فمنذ بدء العمل على هذا الموقع هناك العديد من أمناء الآثار التابعين لوزارة الآثار وكذلك الطلاب العاملين بالمجال الأثري قد شاركوا في الأعمال التي قمنا بها من خلال مدرسة قمنا بتشييدها هي مدرسة التنقيب وقمنا بتأهيلهم لكيفية العمل على التسجيل وكذلك القيام بالعمل الأثري وكذلك التصوير الأثري. فعملية المجسات التي قمنا بها والتي تحمل رقم 30,000 التي قام بها جورج كاسيون كانت تقع في الجزء السفلي للتبة الغربية في مواجهة منطقة مجسات التي تحمل رقم 10,000 وقد أسفرت عن اكتشاف جدار من الحجر ولكن بسبب عمليات التعرية لهذه التبة فلم نستكمل أعمال التنقيب في هذه التبة وما كشفناه عنها فإن ما اكتفينا به هو الاكتفاء فقط بالجدران التي كانت ظاهرة طبيعيا في هذه المنطقة. عملية المجسات التي تحمل رقم 40,000 تأتي ضمن أعمال التي قامت به مدرسة الدراسات والتنقيب فإن هذه المنطقة تم اختيارها وخاصة لطبيعتها الطبوغرافية حيث أنها تقع على مسرح طبوغرافي متميز فهذه عمل التنقيب هذه سمحت لنا بالكشف عن بقايا مبنى كبير أول مبنى به والذي يقع في اتجاه الشمال للجنوب طوله يصل إلى 10 أمتار وفي الشرق منه هناك مبنى تمت إعادة بنائه وهو عبارة وفي الغرب منه هناك يوجد جدار آخر موازي يمكننا رؤيته من أعلى التبة فإن هذا الموقع هو ثمرة عمل مدرسة التنقيب وقد سمح لنا هذا الكشف عن التعرف على ربما طبيعة هذا الموقع وكيفية استغلاله وطبيعة النشاط الذي كان يجري به. أخيراً سأتحدث على المنطقة الأخيرة للتنقيب فهي المنطقة الوادي المركزي وخاصة في جزئه الشمالي وهذه المنطقة تم عمل التنقيب بها في عام 2016 وقد تم تدشين عمليات المجاسات حيث كشفنا عن كتل كبيرة من الصخر وأوضحناها وأظهرناها على السطح بعد إزاحة الرمال عنها هذه أعمال التنقيب هذه سمحت لاستخراج مجمل الكتل الصخرية والتي كانت مدفونة تحت الرمال وقد أظهرت عمليات التنقيب عن كتل صخرية كثيرة تعبر عن أن هناك مبنى كان مهدم وهي تشير إلى أنه كان هناك مبنى أو مبنيين كبيرين سقطوا في هذا المكان وتم استعادتهم الآن في عام 2016 كان هناك عملية مجسات أسفرت عن تحديد بعض المناطق لمساحتين وقد أدت إلى اكتشاف ممشى يتجه من الشمال إلى الجنوب والكتل الصخرية التي تشكل أرضية هذا الممشى كانت ترتكز على طبقتين تتكون من طبقة رملية
وهي ترتكز هي الأخرى على أرضية سفلية أخرى تتكون من الطمي النهري أو الغرين. كل هذه الكتل الصخرية كانت تعيق أعمال التنقيب، لذلك أثناء حملات 2020 و2021 قمنا برفع تلك الكتل الصخرية الضخمة، وذلك لتسمح لنا بالتنقيب تحت هذه الكتل. فتلك الكتل الكبيرة تصل في وزنها ما بين 2 إلى 20 طن، وقد تم استخراجها من منطقة التنقيب، وتقع هي الآن في جنوبي الموقع، بمعنى بجوار مدخل الموقع. والبيانات البيانات الرفع التي تمت على هذه الكتل قام بها مركز دراسات السكندرية. قمنا بعمل تصوير كامل لهذه الكتل، وذلك قبيل أن نقوم بعمل مجسم ثلاثي الأبعاد لتلك الصخور، فقد كانت تحتوي على بعض الآثار التي كانت تحملها الجهات الأربعة للكتل الصخرية، وهي آثار تدل على كيفية الآلية التي كان يستخدمها العمال لوضع وتثبيت وكذلك إلصاق كل كتلة صخرية بجوار أختها، وهي توجد في الجوانب الخارجية فقط للحجر. هناك وتلك الكتلة وذلك الوجه الذي ترونه أمامكم هو الذي كان معدا ليلاصق الكتلة الصخرية الأخرى التي كانت ستحتل جوارها. هناك كتل أخرى غير متجانسة الهيئة كما ترون، تلك الكتلة في الأعلى على سبيل المثال كانت تعد ويتم قطعها وإعدادها لتتوائم مع الكتلة الصخرية التي تسبقها في المكان. فالملاحظات التي أخذناها عن هذه الكتل الصخرية تدلنا على أنها كانت جزءا من مبنى كبير وضخم كان يحتل هذا المكان ولكنه تهدم. فهذه الكتل ووجودها في هذا المكان تدل على أن الموقع كان قد تم استخدامه كمحجر لبناء أبنية أخرى خارج هذه المنطقة. وبعد رفع هذه الأحجار سمحت لنا رفعها أن نقوم باستكمال عملية التنقيب. أثناء الحملة التنقيب الأولى في الجنوب سمحت لنا أن نقوم باستخراج الأرضية والتي كانت تقع على بعد على عمق 4 أمتار أخرى فوق مستوى المكان الذي تم رفع منه الأحجار. وهذه الأرضية كانت مكونة من الأحجار الجيرية وهذا الدرج الذي ترونه يرتكز على الأرضية التي كشفناها الأرضية في هذا الممشى. فاكتشاف هذا الدرج يدفعنا لطرح السؤال عن طبيعة هذا الممشى والذي يتجه اتجاه الجنوب. إن عملية الرفع الذي قمنا بها في عام 2016 على مساحة 26 ل 50 متر شمالي هذا الممشى ساعدنا في اكتشاف بعض الكتل الصخرية المكونة من الحجر الجيري والتي تشكل الممر أو الممشى، وتقع على عمق مماثل للذي يقع في هذا الممشى. استكملنا أعمال التنقيب للمناطق التي تقع حول هذه الأرضية،
وقد ساعدنا ذلك في العديد من الكشوف في الشمال والغرب وفي الشرق. في الجانب الأيسر اكتشفنا بعض الكتل الصخرية والتي تشكل تحديداً للممشى وتم الكشف عنها الآن. في الجانب الجنوب الشرقي كشفنا بعض الأرضيات كذلك، وكذلك حول هذه الأرضية والكتل الصخرية التي تمثل الممشى هناك تحديد بكتل صخرية أخرى كالأرصفة. هناك سلم تم الكشف عنه كذلك أو درج. هناك سلسلتين من السلالم مكونة من أربع درجات ومحاطين بتحديد حجري يحد الدرج. وهناك بعض الصخور تم نزعها من هذا السلم لإعادة استخدامها في مكان آخر. هذا الموقع ربما كان موقع كان ربما كان هذا السلم يفضي إلى مسرح ما أو منصة ما كانت تقع بعد هذا السلم. فقد تم الكشف عن كتل صخرية كثيرة تم إعادة استخدامها من نفس الموقع، وهو ما نسعى الآن إلى الكشف عن طبيعة إعادة استخدام. لماذا تم نزع هذه الأحجار ووضعها في مناطق أخرى بينما كانت تقع في جوار هذه السلالم؟ في الممشى كذلك، والذي يتكون من كتل صخرية من الحجر الجيري، كشفنا عن كتل صخرية حجر من الحجر الجيري، وهي ترتبط بشكل كبير لمبنى تم تدشينه في فترة لاحقة، ربما تدشينه في فترة لاحقة على عن تاريخ المبنى الأصلي. فهناك تحديد من الحجر الجيري وكتلة صخرية بسيطة ربما كانت قاعدة للتمثال. كذلك في الجانب الشرقي هناك مبنى مكون من كتل صخرية كذلك كانت ممشى وممرات. هذا الجزء تم قطعه من خلال حفرة كبيرة، ربما تم نقر هذه الحفرة لاستخراج بعض المواد التي تم تخزينها هنا في فترة سابقة. وأخيرا في الاتجاه الشرقي تم الكشف عن حجر عن جدار من الحجر الجيري 5 أمتار طوله، 5 أمتار يتجه من الشرق إلى الغرب. والأحجار التي تكون هذا الجدار في جزئها الشمالي ترتكز على كتل صخرية أخرى تقع تحت جسم المبنى، مبنى الجدار. في الجانب الشمالي كانت هناك مجسات مختلفة. تلك المنطقة تم استكشافها بدءا من عام 2019 لأنه كان من الصعوبة بمكان أن نصل إلى التنقيب في هذه المنطقة. في عام 2019 استخرجنا أرضية أخرى، فغالبية تلك الأرضية تم نزعها وكانت تتكون من كتل صخرية كبيرة من الحجر الجيري، وهي تتشابه في هيئتها بشكل كبير مع الممر الذي يقع في الجانب الذي يأخذ الاتجاه الشمال الجنوب الشمال اتجاه الجنوب. كذلك كشفنا عن بعض الكتل الصخرية التي تشكل أرضية لممشى كذلك، وهي مفتتة بشكل كبير، وهي شكلها غير منتظم وهيئتها غير منتظمة، يمكنكم رؤيتها على الصورة. وقد تم لصقها بواسطة مادة رمادية اللون. في الجانب الغربي
تم تأسيسها على أصل جدار، على أصل ممشى يتجه من الغرب إلى الشرق، مكون من الحجر الجيري، ربما وكان يحتوي على الجزء السفلي من أحد المباني الصغيرة. كل ما تم التعرض له ربما كان بعض المباني الشعائرية، ربما كان هناك قدس أقداس، وقد تم تنظيم هذه المباني إبان العصر الروماني وربما العصر الروماني المتأخر في من خلال الكتل الصخرية من الصخر الحجر الجيري. تم الكشف عن بعض العناصر المرسومة أو المنقورة أو المنقوشة أو المكتوب عليها باللغة المصرية القديمة، وقد تم جمع هذه العناصر والتي سيتم دراستها. ومن تلك العناصر لدينا تلك القطعة التي كانت مسنداً ظهرياً لأحد التماثيل، والتي تحمل اسم الإله سكر وكذلك الإله إيبوي، والذي يمثل هنا على الجانب الأيمن من الشاشة. في الشمال فهناك الجزء السفلي من أحد المباني تم بناؤها من الحجر الأجر الأحمر، أعلى المنطقة المبنية من الحجر، فقد كان هناك مبنيين تم بناء أحدهما فوق الآخر، والجزء السفلي هو الأكثر حفظا، وتوجيهه هو من اتجاه الشرق إلى الغرب. فقد احتوى هذا، فقد قمنا بعملية مجسات، عمليتي مجسات في هذا الموقع، وقد كشفنا عن أن هذا المبنى قد تأثر بتدمير كبير، فإن الجدار الشمالي هو الوحيد والذي يحتل مكانه حتى الآن، والذي يحتوي على الأجر بهيئته الكاملة. فدراسة هذه الأبنية ساعدتنا في اكتشاف أن هذا المكان كان يتم استخدامه لحرق ربما من بعض المواد الأبنية. في الاتجاه الشمالي لهذا المبنى تم الكشف عن فرن يحتل نفس المستوى الأرضي على نفس الارتفاع، وقد تم استكشافه بالكامل، فقد تدمر بشكل كبير. هذه المنشآت الخاصة بالطبخ أو بالحرق ينتمي إلى المنطقة الشمال غربية. كان يحتوي على أرضية مبنية من الطوب اللبن، وقد كانت تحتوي الأرضية على 8 حطات من الكتل من الطوب اللبن. في الجانب الذي يقع في الشمال الشرقي الأرضية كانت مغطاة بحائط آخر مبني من الطوب اللبن، تم الكشف عنه والتعرف عليه في عام 2020، لأننا بدأنا عمل الأبحاث والتنقيب في هذه الحفرة الكبيرة والتي تقع في شمالي موقع المجسات، حيث كانت تظهر هذه الحفرة تحت أرضية مبنية من الحجر الجيري. وللأسف فإن هذا الجدار تم تدميره بشكل كبير، وكان المبنى يستمر في اتجاه الغرب، ربما كان هناك مبنى ولكن تمت إزالته. فهذا المبنى كان يقع في الاتجاه الغربي.
من المبنى الكلي في المجسات التي تحمل رقم 20,000 قد سمح لنا بالتعرف بشكل كبير على الأرضيات والكتل الصخرية الكبيرة وكذلك المباني التي كانت مبنية من الطوب اللبن، وقد سمحت عملية التنقيب بأن نتحقق من رؤية تقريبية لاستغلال هذه المنطقة. فالمرحلة الأولى كانت تنتمي إلى بعض الأبنية التي كانت قد بنيت من الطوب اللبن، والأرضيات كانت فيها مبنية من الطوب اللبن. المنطقة الثانية بعد تغطية الأرضية المبنية من الطوب اللبن كانت هناك تظهر الأبنية المبنية من الطوب من الحجر الجيري، وكذلك بعض الغرف التي كانت ملحقة فوق الحجر الجيري. كانت هناك كتل كبيرة من الرمال تغطي هذه المنطقة، وكانت هناك مرحلة أخرى لإعادة استغلال هذه المنطقة إبان العصر الروماني، وهو ما يشهد عليه وجود الكثير من الشواهد الأثرية التي تدل على الاستغلال الروماني للمنطقة. كانت هناك مرحلة لتدمير المكثف لهذا المنطقة وتعود إلى حقبة متأخرة بشكل كبير، هي وهذه المرحلة تتميز بنقر الكثير من الحفر وتدمير الأرضيات بشكل مكثف والمتواجدة بالقرب من الغرف وربما قدس الأقداس الذي تعرضت له. فتلك الطبقات التي تدمرت بشكل كبير هي الطبقات التي كانت تحتوي على الحجر الجيري، فكان هناك تدمير بشكل مكثف لكل الأبنية التي كانت تحتوي هذه المنطقة. استكمال عملية التنقيب أثناء الحملات الخاصة بالتنقيب في المرحلة المستقبلية سنعنى بالمنطقة الثانية في القطاع الشمالي. سندرس المناطق والمراحل الأقدم وخاصة بالأبنية المبنية من الطوب اللبن وكذلك من الأحجار الجيري وكذلك الأرضيات المتواجدة بالقطاع الجنوبي. كذلك سنستكمل الأعمال في الجانب الجنوبي للكوم الشرقي، وهي عملية المجاسات التي ستحمل الرقم 40,000، وكذلك استكشاف المبنى الذي يعود إلى الحقبة البطلمية والذي ربما كان مستغلا للسكنة وللكشف عن طبيعة استغلال المكان في عصره. أخيرا سأنهي بذكر المقاربات التي نقوم بتطويرها الآن، وخاصة التعاطي البيولوجي والذي قمنا به مع بعض علماء المصريات وكذلك معهد الدراسات الطبيعية ببلجيكا المعهد الملكي للدراسات الطبيعية، وللكشف عن الطبيعة الغذائية في هذه المنطقة. فنيكولا مورون يعمل على بعض المواقع المجاورة المتاخمة للعصر الجليدي، فهو له خبرة كبيرة، لذلك استعنا به في الكشف عن طبيعة الأغذية التي كانت متواجدة في هذه المنطقة. وكذلك سنلجأ إلى بعض العلماء في القطاع الزراعي وذلك للقيام بالدراسات للكشف عن العناصر النباتية التي كانت متواجدة في هذا الموقع، وهذا ما سنتعرض له في الدراسات التي سنقوم بها في السنوات القادمة. وللختام، فإن الأعمال التي نقوم بها بمنطقة كومباهيج توفر لنا الفرصة أن نتعرف على منطقة كينغ ماريوت والذي تم استغلالهم إبان عصر الاضمحلال الثالث،
وتم استمرار استغلاله إبان العصر البطلمي. فكومبهيج كان يمثل محلا أساسي للمنطقة، حيث أنه كان يحتوي على معبد. الأعمال التنقيب التي قمنا بها تأتي ضمن أعمال أبحاث كبيرة يقوم بها معهد مركز الدراسات السكندرية، وبالأخص في منطقة الجانب الجنوبي لبحيرة كينغ ماريوت، ونقوم بعمليات استكشاف بشكل كبير، وذلك لإقامة أو تدشين خريطة أثرية كبيرة لهذه المنطقة. أود أن أتوجه بخالص الشكر لكل عناصر وكل أعضاء مركز دراسات السكندرية، وكذلك المتخصصين الذين نتعاون معهم منذ عام 2016، وكذلك العمال الذين يعملون بها، وذلك للأعمال التي قدموها لنا، وأشكرهم لكل النتائج التي تحصلنا عليها، وأشكركم، أشكركم جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا لك هذا العرض القيم، وأسعد لاكتشاف كل هذه الاستكشافات الجديدة التي قمتم بها. أعتقد أن هذا هو الوقت للأسئلة، إذا كانت لديكم أسئلة، إذا أردتم طرح أسئلة سواء باللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية. أشكرك سيدة أود. أود أن أطرح سؤالك إذا كانت لديك بعض المعلومات، بعد إذا كانت لديك بعض المعلومات عن التاريخ والفترات التي ينتمي إليها بعض الأثار التي تحصلتم عليها من خلال أبحاثك. أعتقد أن المعطيات الوحيدة التي لدينا والتي تم الكشف عنها من خلال عمليات المجاسات في الجانب الجنوبي هي التي أفضت إلى بعض المعلومات، ولكن ليس لدينا معلومات مؤكدة. أعتقد فيما بعد أن المعطيات التي تحصلنا عليها من خلال عملية التنقيب تؤكد بشكل كبير أنه تحت المستوى الورش البطلمية كانت هناك مناطق تم استغلالها إبان العصور المتأخرة المصرية القديمة، ولكن هذه مساحة ضيقة جدا، ونتمنى أن نستكمل الدراسات والتنقيب في المنطقة الجنوبية بالكوم الشرقي. أتمنى أن نستكمل التنقيب في هذه المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك، فلقد تعلمت منها الكثير. أود أن أطرح سؤالي خاصة بإعادة استخدام بعض الأحجار والتي تنتمي إلى العصر الهيلينيستي. هل تم إعادة استغلال هذه الأحجار إبان العصر الروماني المتأخر أم لا؟ ولقد تعرضت لحفرة كبيرة أعتقد في الجانب الشرقي من الأرضية، هل هذه الحفرة نجحتم؟ ما هو في التعرف على بعض الشخصيات التي كانت متواجدة، موجود ذكرها في هذه الحفرة أم لا؟ من منظور بسيط، هل هذه هي الحفرة التي تتحدث عنها؟ خاصة من شكلها فقط، هذه الحفرة تم حفرها في العصر الروماني المتأخر، وذلك نعرفه من خلال بعض الأدوات التي قاموا باستخدامها في حفر هذا الحفر. هذه حفرة عميقة، فإن هذه
حفرة تم نقرها بين العصر الروماني المتأخر. هل قمتم بعمل مجسات تحت هذه المستوى هذه الحفرة؟ كلا، هذه الحفرة هي شديدة الاتساع، نرى من خلالها أن هناك مبنى للجدار، أن مبنى الجدار المبني من الطوب اللبني ملاصق بشكل كبير إلى هذه الحفرة. فإذا قمنا بأعمال أخرى ربما نهدد بها بسقوط هذا الجدار. أشكرك هود، فقد سعدت بهذه المداخلة. وسؤالي هو لمجمل هذه الأرضية، هل يمكننا مماثلة هذه الأرضية مع مبنى آخر ينتمي إلى نفس الحقبة بكل ما يحتوي من هيئة الأحجار الموجودة بالموقع؟ إن الأرضية نفسها المكونة من الأحجار يشبه كثيراً بعض الأرضيات المتواجدة في منطقة بلانتين. أما بعض الأبنية التي كان يحتويها الموقع فإنها تشتبه بشكل كبير مع الأبنية المتواجدة في منطقة تبتينيس، ولكن هذا الموقع تعرض للكثير من الدمار بشكل أكثر كثافة مما تعرضت له بلانتين، منطقة بلانتين. لا يمكنني سماع المداخلة أو السؤال. هناك مشكلة في الصوت. هل تتحدث عن المنظور الجيوفيزيائي؟ سأقوم بعرض المخطط الآن. كنت أتحدث عن في بداية العرض عن الدراسة الجيوفيزيائية، وخاصة في الممشى، فهي تقع على عمق، أعتقد أنها لم تظهر في هذه المنطقة. فالقطاع الثاني يوجد في هذه المنطقة، هي تلك المنطقة التي قمنا باستكشافها. فقد تم الكشف عن بعض المجاري الغير منتظمة، مجاري مائية الغير منتظمة، ربما كانت مجاري مائية، ربما كانت حديثة. من منظور الشكل والهيئة فإن هذا الوادي كان متواجداً منذ بداية ظهور هذه المنطقة واستعمارها. فيما يختص بمنطقة التي كانت مستخدمة كمعبد، فإنني مهتم بالنقوش التي تم الكشف عنه. هل هناك بعض المواد التي تم جمعها؟ هل بعض المناطق كانت تحتوي على مخازن أو خبايا أو خبيئات؟ لم نصل إلى عمق كبير في المنطقة الشمالية حتى الآن، لا يوجد إلا ما تعرضت له، هي عبارة عن كتل صخرية بسيطة جداً جداً تحتوي على بعض النقوش. أعتقد أن هذا أمر شديد الأهمية وأنه سيسفر عن الكثير من الأثار فيما بعد. حسناً. Voilà, je saluais et je donnais rendez-vous le 15 mai pour la conférence de Thomas Fauchet. لقد كنت أحيي المحاضرة، وكذلك سنلتقي قريباً في لقاءات أخرى، لقاءات الأثري وعلى وجه التحديد في 15 من مايو. أشكركم شكراً جزيلاً وإلى اللقاء.